شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صباح الخير عليكم إخوان. فلوغ تاني ديال هذه الرحلة ديال دبي في مدينة الفجيرة. لقى الله أكبر الفجر عندهم هنايا. الجو واعر 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 بزاف. السيمانة اللي فاتت درنا إنشور، اليوم غنخدمو أوفشور إن شاء الله. غنصيدو في أعماق كبيرة اللي كيطيحو أعماق ديالهم حتى 1000 متر د الفوند إن شاء الله. لأول مرة غنصيد في الأعماق على الطون على الحوت اللي كيعملو سيرفاس إن شاء الله. كنتمنى يكون نهار واعر في هاد الأجواء الخطيرة. فجر يا سلام. حنا غنمشيو للبور ديال المارينا، من تما غنطلعو في الباطو أنا خويا خالد والصديق ديالو، وغنمشيو لأعماق البحار مع سوبر ماريو ونتلاقاو إن شاء الله في أعماق البحار. نتمنى يكون عجبكم الفلوغ الأول. شكرا بزاف 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 على لي كومونتير ديالكم ديال الفلوغ الاول. شكرا بزاف الاخوان على الكومونتير ديالكم. كما قلت لكم هادشي كيعاونني باش تخليني بزاف ندير الفيديوهات. فوالا دونك حنا يلاه فقره على مولانا الله يجيب الخوت. حنا وصلنا للبور، حنا في الباطو. يا سلام ماريو. يا ماريو، هاي جود مورنينغ، ويلكم باك. جود. اليوم ماريو ضرب عليكم جو برو. سوبر ماريو. يا سوبر ماريو. سي خالد صباح الخير. صباح النور على مولانا ان شاء الله. ودائما الله يجيبها غلط. الله يجيب سمينا وغيد ان شاء الله. من اللور هذا لونه ازرق ازرق مراد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كبيره ما شاء الله. كبيره كبيره. بسم الله تبارك الله. استهلال طيب. ماشي بحال صاحبه هذا معلم هذا. لا وريها ليا وريها ليا نشوفها هكا. لا يلا هو معبى رشيد. دابا شي ديديكاس لفراشيد. ديديكاس لاحسن خويا رشيد. عاد تبدا فراشيد راك دايما في البال. دلي الاولى هكا دلي الاولى. هي الاولى هنا مباشره راه كيحتاج يتقايق. ما شاء الله مانيفيك. ما شاء الله بالصحه والراحه. يعطيك الصحه. السلام عليكم. يلا وصلنا خرجنا بالظلام وصلنا في الضو. يلا وصلنا قال لينا ولوحو لوحو هادشي عندهم بالزربه ما كاينش استنى نصور هادشي. مع لحد الشحيطه الاولى جاب الله واحد كوريفين تبارك الله كومبو مانيفيك مانيفيك. ها هو سي خالد صحه وراحه اخ
مراد عليكم. احنا كنقدوا فيها نوريكم الكوري فين الدراري. ديري في الاولى يلا وصلنا شفنا لي كوري فين ككلوح مع حنا مع ضربتها في بلاصه موبا مانيفيك. كوري فين مطوره بزاف كتكون كتصيد سبينينغ بليلر كضربك اون فوا كتبين لها بانك عندك الحيه كتبقاش تضرب بليلر كتضربها الحيه. كومبا الاول مع ديك الحوته زوينه. حنا كنصيدو في عمق 350 متر ديال الفوندو قالك مازال غنطلعو الفوق غنصيدو حتى 1000 متر عندهم هنايا 1000 متر عادي كنخرجوا من البور في الظلام كنوصلوا في الضو. مازال نهار طويل نتمنى تكون شي حاصله مطرطقه ان شاء الله. هذه اخر رحله عندنا في الامارات. يا سلام مازال غنمشيو نقلبو على الطون. هنا ما عندهمش الطون غوج بحال عندنا هنا عندهم طون جون يلو فين دونك نقلبو على كاع انواع الطونات ان شاء الله على مولانا. يلا تيطلع الصباح هادي تقريبا شي هادي 7 الصباح الدراري 7 الصباح راه خوتا كيف ما قلنا غنبدلو السبوت دابا. احنا معوقفنا مع درنا التشحيطه الاولى ضربت هذيك كوريفين. خوت ضرب عليهم كوريفين هنايا بالحيه. الدراري اللي هي في الباطو اللي هي كيديروا الجيك دونك اليوم حنا ما قدرتش نديروا الجيك عرفتوا علاش حيت العمق 297 متر ديال الفوندو. شحال العمق 297 297 متر ديال الفوندو. لطيف لطيف لطيف. من باطو كاين هنايا واحد وواحد كبير مخبيين من موراه جوج راه واحد اللي كاينين. هاد الفجيره معروفه عاد بالصيده دونك ملي كتجي الفجيره عارفه غتجي عاد تصيد. فيها الصيده واعره فيها لي كيد دو بيش بزاف دونك اي واحد جا الفجيره غادي يصيد مخير. لي كيد دو بيش موجودين. الباطوات عندهم بوا بوا. دابا هاد الباطو في شي 10 متر في تزاد المطر شي 1000 عود. ايوا الدراري دابا غنبداو السبينينغ وغنبداو البوبينغ. دابا شوفوا العمق شوفوا العمق معاكم عمق 300 متر الدراري 300 متر ديال الفندق. انا خوت خصك تعرف راسك الا مشيتي تطحتي في الماء الوداع. سي خالد مرحبا. كنك تقول لنا شنو الفرق ما بين اتجاه الوجهه البارح والوجهه اليوم؟ الوجهه البارح كنا مشينا في اتجاه الشمال بحال لاش غاديين للخصب اللي هي منطقه تبع سلطنه عمان وغادي راس الخيمه. مضيق هرمز هذاك وبالتالي البحر ضيق. في حين الاتجاه الجنوبي مشينا اليوم بحال لاش المدخل ديال الخليج الهندي او المحيط الهندي. محيط الهندي وبالتالي البحر كبار والاعماق اكبر توصل حتى 1000 1200 متر. ونتمنى ان شاء الله تكون الاسماك المستهدفه موجوده ان شاء الله. شكرا شكرا. انا اي معلومه يعطي لكم السي خالد كيعرف احسن مني. وحنا مازال بوبينغ ان شاء الله لا مولانا. كلشي خدام كلشي كي بوبي. هذا دير لايف بيت ماريو لايف بيت. هو خدام في الحيه. برا والرئيس كي بوبي. لا مولانا الخوت خوت تصوروني كاملين علاش كنصيد واحد هاد الباطوات الكبار. حيت كيف ما كنقول لكم ديما الكوريفين كتبغي ديما تخبع كاموفلا كتخبى تحت حاجه مظله ملي كتبلاش تخوا كتهبط كتاتاكي وترجع دونك عزيز عليها تخبع في هاد تبارك الله راه باطوات كبار. كنجي وحدهم كنلقاو لي كوريفان تحت منهم. هادو طالقين الحياه وحنا طالقين كنديرو كوبي على مولانا. علي سي خالد علي على كوريفان. هاو هبطت تحت المركب. فوالا شي تحيه ل يلا. اهلا وسهلا عمر بلوغو والمتتبعين الكرام ديالو لايف هالحين معنا واحد ماهي 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 ان شاء الله تكون على المركب بعد قليل ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليك. بس
اه زيد زيد شويه موليني فوالا ساهل دابا غتجيبها مزيان. بليز لقاف فوالا هز فوالا جماعة برافو. برافو فريق احترافية مسدي خالد تبارك الله عليك تبارك الله عليك. هيا غتنقز لك هيا غتنقز هيا غتنقز هيا غتنقز هيا غتنقز. اه نعم اسيدي اش قلت اه راه فوالا شبعت تبارك الله فوالا مانيفيك مانيفيك فوالا فوالا هادي الرياضة سيدي خالد. واش من الرياضة؟ دونا التطبيق ولي خير تو دا اشترين اوف دراج اتبلنا طاك صافي ماشي اجو سمو العود راه معاه كيجري كيجري نيت ايوا هادي ما تخرجليش دابا ها باقا تجرف الخيط قدام خليها لا النهار طويل شوف تقويسه يا سلام يا سلام جبع جمع 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 فوالا. بالمناسبة اخوت حنا راه في عمق 1200 متر كيلومتر و200 هادي الفندق كم متر سبيك ما هي يا سلام يا سلام. There's a line in the water, no? Yeah, maybe. Is there a fish in here? Maybe. لا لا صافي خليها 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 حيت دابا هي كيطلع كتطلع لفوق كيسخن عليها الماء كتعاود تهبط باش تقلب على البروده. انا غنقافيلي انا غنقافيلي خوت انا غنقافيلي شتي كتشكي اسي خالد؟ اه بديت تشكي ظهري انا مول غير الشعري ديال ابو ظبي هذا الشعري ضرب دوباج مول انا الشعري ديال ابو ظبي ها هي اللي كتبان ها يا خوت هز لي راسك الفوق تبارك الله ديناصور هذا ديناصور ديال الخليج اه لا هاك تفضل يا سلام يا سلام برافو برافو بالصحه وراحه بالصحه وراحه جميله جميله جدا برافو الله يجزاك ماريو ما كايناش شبح طيح شبح طيح هو طيح صعيب يقول صعيب دوفان They will say go. باقي الفلوق طويل واحد المفاجاه جايه ماريو بقات لي مع الطون شحال دخلت تحت الفوت جينا نجي وحدة هاد الباطو ونجيب الله تيسير علي ماريو دو ماريو برافو واو 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 تونا صحابي خاص ماريو كان
هذا فقط. كل شيء قوس الدريب تجيك دابا كاين الطونس الصفراء طونجون جا عندنا هجم علينا بتجي كتهبط حنا كنصيدو 300 متر كتهبط 20 متر او واحد طلع عاوتاني كتطلع 20 متر كتهبط 20 متر كتبقى تجي تجي كتضرب شوف شي مباشر على الله الجيك على الجيك لا سبيشال سبيشال جيك ماي ماي ضربت على ميتال جيك كبير ديال السيري على الكبار ماي ماي اون ذا جيكس ميتال جيك ميتال جيك يوري فال ايوه لا اتس ا بول بول اتس ا ميل ما شاء الله ايوه هو ذا الكلام اخوت ضربنا تقريبا 250 كيلومتر 100 الي 100 دوتور 50 ديال من سبوت لسبوت طريق بزاف عمرني شفت شي انا نعست في الروتور الله يتنعس تبارك الله كيضربوا الطريق كثيره بزاف الاخر ديال التريب ولكن قلت لكم كاينه مفاجاه تبعوا معايا غنوريكم الحصيله دابا تبعوا معايا الحصيله هي هذه جوج ديال لي كوليفين كبار تبارك الله وهنا كاين طونجون ها هو طونجون صغير ومع البونيتو داكشي مي لي كوريفين تبارك الله كبار اليوم لي كوريفين كبار من ديال البارح فوالا نقولوا بسلامه لماريو ماريو جود باي ثانك يو ثانك يو ثانك يو سي فوالا خوت دابا غاتشوفوا معايا غاتشوفوا معايا حاجه اخرى غاتعجبكم بزاف نتلاقاو دابا شويه ضرب سميرو بالجيك 180 متر تخيلوا معايا الدراري جيكي في 180 متر ودير غير 200 غرام 150 غرام كضرب اربع ضربات اربع ضربات طلعات صافي كتاف كيتقدروا ديال بصح شفنا حوايج زوينين تلاقينا مع ماريو ظريف بزاف هذا هو السفر كتستافد بزاف الحوايج وانت بعد راسك كتوري الناس حتى حنا في المغرب تبارك الله راه عندنا طريقه صوي عليك كما قلت لكم عندنا تكنيك بوليفالونت كلشي كيصيد بالتكنيك كنصيدو حنا بالحي كنصيدو بالجي كنصيدو كلشي صراحه واحد مزيان يسافر دونك سالينا التريب ديال الصيد ديالنا قلت لكم ما تمشيوش خليكم معنا حيت غيجي عندنا السيد هذا ابو احمد اهلا وسهلا اهلا بك يا اخي الله يحييك يا اخوان وان شاء الله بتشرفونا على دولة الامارات وما حتشوفوا الا كل شيء بصركم ان شاء الله ان شاء الله شكرا دونك السيد هذا ان شاء الله غيدور بينا في دبي غيورينا المناطق المهمه حيت دبي كبيره بزاف دونك غيدينا المناطق المهمه اللي خصها تشاف وغنوريكم معايا شويه شويه من الحاجه اللي مهمه تشاف سورتو واحد الحاجه اللي مهمه وداخله فيها طاقه الصيد غنوريها لكم واعره بزاف هادشي شنو بغيت نوريكم الصيده نوريكم دويره في دبي وهاد اللعيبه هادي مهمه دونك خليكم معنا ان شاء الله حنا شادين الطريق لدبي حنا في العين شادين الطريق لدبي على مولانا اتفضل